سلام حبوباتي، كبيدات ديالي، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا ربي امين. المهم انا جبت لكم واحد لاغوسيط غزاله، بقاو معايا وغادي تشوفوا المقادير وكل شيء البنات، وشكرا لكم. المهم تنقدم لكم فلافل، تنحتاجوا الحمص، ياغوخت مسوس، قزبر معدنوس، الثومه حمراء ولا كما كانت، البصله نقيوها ونغسلوها ونقطعوها على هذه الطريقه البنات. نقبطوا البصله والثومه والحمص والقزبر ومعدنوس ونطحنوا، نديروا شويه ديال الماء باش يطحننا، ونديروا شويه راس الحانوت والملحه والكمون وشويه البزار، ونطحنوا كل شيء تتولي على هذا الخليط، نديروها كويرات هكا ونقليوها في الزيت يكون سخون سخون. الطريقه ديال لاصوص اللي تيجي معها، تنديروا هذاك الياغوت المسوس، نزيدوا معاه شويه البزار والمليحه وكمون وشويه ديال القزبر ومعدنوس، ونخلطوا وبالصحه والراحه ان شاء الله. ما تنساوش البنات تعاليق، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش البنات ديروا لايك والاشتراك، اللي باقي ما مشاركش في القناه ديالي يدير الاشتراك باش يوصل له الجديد. بيزو عليكم.